وهنا في مساء وصباح ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح وحياة قلبي وأفراح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الحضور، أهلا وسهلا بكم في جامعة الزرقاء في حفل تخريج طلبتها لهذا الفوج. الآن يدخل موكب وطابور الخريجين مع أعضاء هيئة التدريس، ويتقدمهم رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور محمود أبو شعير الأكرم، ومعالي المهندس سمير الحباشني رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور بسام الحلو رئيس الجامعة. فاحتراماً للعلم والعلماء، أرجو من الجميع القيام. السلام الملكي.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سعادة الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المحترم، معالي المهندس سمير حباشنة، رئيس مجلس الأمناء المحترم، عطوفة الأستاذ الدكتور بسام الحلو، رئيس الجامعة المحترم، سعادة نائبي الرئيس المحترمين، السادة العمداء المحترمون، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المحترمون، أيها الحفل الكريم، ضيوفاً وأهلين وخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا يوم بهيج مبارك من أيام الجامعة الزاهرة، جامعة الزرقاء الطالعة في سماء المجد مثل نجمة لامعة، نحتفل فيه بتخريج كوكبة متميزة من أبنائها الذين اختاروا الدراسة فيها عن وعي وبصيرة، فكانت عند حسن ظنهم تعليماً وتدريباً ورعاية واحتراماً، ومكثوا فيها سنوات طيبات ستظل منقوشة بمداد الوفاء على صخرة الذاكرة النبيلة. وها هم يغادرونها اليوم نحو أفق الحياة الواسع، ليسهموا بكفاءة واقتدار في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، حاملين بأيديهم مشاعل المعرفة وباقة الأخلاق، فقد عاشوا في هذه الجامعة الرؤوم، وتعلموا من خلال مرافقها وكلياتها وأساتذتها المعنى الصحيح للحياة القائمة على العطاء والإنجاز والإبداع. وقد أصبح خريج هذه الجامعة مميزاً بين أقرانه بسبب حرص جامعته على تميزه وصقل شخصيته وتنمية مهاراته. ونستفتح حفلنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على ما سامعكم القارئ جهاد ياسين، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، أيها الطلبة الخريجون،
في هذه اللحظات المفعمة بالمشاعر الرائعة يطيب لنا أن نتوجه بأصدق مشاعر التهنئة للآباء الصابرين والأمهات الطيبات المباركات الذين انتظروا هذه الساعة بشوق ولهفة كي تكتحل عيونهم بفلذات أكبادهم يحملون شهادة التخرج. بعد مرحلة جادة من الدراسة والتمرس بحقائق الحياة والمعرفة يساعدهم على تحقيق أحلامهم وإنضاج شخصياتهم نخبة متميزة من الأساتذة الأكاديميين الصادقي الانتماء إلى جامعتهم الزاهرة. فمن أعماق القلب نتوجه إليكم بالتهنئة الصادقة باسم الجامعة إدارة وهيئة تدريسية وإدارية، ونشارككم هذه اللحظات الجميلة وأنتم ترون أبناءكم وأبناءنا وهم يقطفون هذه الثمار الناضجة بعد رحلة متميزة من الجهد والعطاء. ومع كلمة عطوفة الأستاذ الدكتور بسام الحلو رئيس الجامعة فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الهاشمي وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سعادة الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، معالي المهندس سمير الحباشنة رئيس مجلس الأمناء، السادة أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، الزملاء نواب رئيس الجامعة، الزملاء عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، الأهل والأحبة، ذوي الخريجين، الطلبة الخريجون، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحلامكم الخضراء التي جئتم تحملونها من كل مكان، السلام عليها الآن وقد اشتد عودها وأينع قطافها نجاحاً وتفوقاً وتميزاً. السلام على الأردن وهو يزهو ويفخر بكم، السلام على صبره ونكران الآخرين لعطائه وتحمله وبذله ووجعه النبيل. السلام على جامعة الزرقاء وهي تزفكم اليوم للوطن مشاريع نهضة ومعرفة وتعلم. السلام عليها وهي التي ما بخلت عليكم يوما بما تطلبون. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي اعتزاز الوطن وافتخاره أن يحتفى كل عام بهذه الثلة من أبنائه، أبناء المستقبل وطلائع الغد وعماد الأمة وحملة الراية وفرسان التغيير. نحتفل بهذا اليوم باعتباره يوم حصاد ثمار جهودهم العلمي ومثابرة ذويهم طوال سنوات الدراسة والتحصيل. أتحدث إليكم اليوم وأنتم تودعون مجالاً معرفياً تلقيتم خلاله صنوف المعرفة والخبرة والعطاء، وتناولتم فيه أشهى ثمار النبوغ الإنساني، ثمرة الأساتذة وتعاليم المعرفة الجامعية. وها أنتم تستقبلون باباً آخر من أبواب الحياة العملية، توظفون فيه ما تعلمتم من خبرات علمية، تبنون فيها وطنكم الذي ينهض بسواعدكم ويرتقي بمعارفكم وجهدكم في البناء والتطور. أبنائي وبنات الخريجين، لقد حرصت جامعة الزرقاء طوال وجودكم فيها على تقديم أقصى ما تستطيعه
في سبيل حصولكم على المعرفة والتعليم، فلم تبخل عليكم بشيء، بل ظلت وفية لرسالة العلم التي تحملها والتي حملتها لكم لتكونوا سفراء في أرجاء المعمورة كلها. فلم تتحدث، فلم تدخر معرفة ولا قيمة معرفية إلا وجعلتها رهن عقولكم لتخوضوا معركة الحياة العملية مسلحين بما قدمه لكم أعضاء هيئة التدريس من عصارة فكرهم، فكانوا أهلكم وسندكم على العاديات، كل ذلك لتنطلقوا نحو المستقبل أصحاب رؤية وفكر وطموح. الطلبة الأعزاء، أنتم اليوم، إننا اليوم ونحن نشاطركم وأهليكم فرحة التخرج، لنتضرع إلى الله العلي القدير أن يبارك فيكم ولكم، وأن تكونوا حماة للديار وصناعا للمجد والبناء. هنيئا للطلبة تخرجهم، وهنيئا للآباء والأمهات عطائهم وسهرهم، فهذه الأمانة قد ردت إليكم هذا اليوم، ومنكم إلى هذا الوطن الغالي ردت إليكم شموعا مضيئة وعقولا منيرة وسواعد فتية تعلي البناء وتواصل المسيرة، مسيرة الخير والعطاء. هنيئا لجامعتنا التي ستظل بعون الله رائدة مؤسسات التعليم الأردنية، وهنيئا للوطن بإنجاز جامعاته وطموحات شبابه وشاباته. أيها الحفل الميمون، كل ذلك ما كان له أن يتحقق لولا دعم القائمين على الجامعة والمخلصين من العاملين فيها من أساتذة وإداريين الذين منحوا الجامعة كل ما استطاعوا لتبلغ هذه المنزلة والمكانة، فلهم كل الشكر وعظيم الامتنان. الشكر لسعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود أبو شعيرة، ولمعالي رئيس مجلس الأمناء المهندس سمير الحباشتي لدعمهم المتواصل لمثل هذه المسيرة. والشكر موصول للأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة وأمن الوطن والمواطن، والشكر كذلك لكوادر الجامعة من عمداء كليات وأعضاء هيئة التدريسية وإدارية ولجان التخريج على جهودهم المشكور. وعلى العهد سنبقى الأوفياء لنواصل المشوار، مشوار العلم والعمل، ليبقى الأردن في الطليعة دوما وفي الريادة دائما، وفي ظل القيادة الهاشمية وحادي مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين. عشتم وعاش الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، جمهورنا الطيب، جمهورنا الطيب أرجو الاستماع، جمهورنا الطيب أرجو الاستماع. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، لقد أتم هؤلاء الطلبة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتهم، وأتم طلبة الدراسات العليا متطلبات الحصول على درجة الماجستير، واستناداً إلى نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة الزرقاء، وبناءً على تنسيب مجالس الكليات في الجامعة، قرر مجلس العمداء منحهم درجة البكالوريوس والماجستير. أرجو التفضل بتكريم الأوائل وتسليم الخريجين شهاداتهم. كلية العلوم التربوية، تخصص معلم الصف الأولى، منار المقداد. الناجحون أحمد أبو دهيم،
بندر مراعبة، عبد الله عباد، أسيل بدر، أسيل صنباطي، أمل حصوة، أميمة خلف، إيمان الكراد، آية الدهامشة، آية عيسى، بتول بني صخر، بتول راشد، براء الصلاحات، براء كعوش، تسنيم الجابر، حنان محمود، داليا كفري، دانا الحاج مصطفى، دانيا التميمي، دعاء زعل، ديما الذنيبات، رؤى الحجار، رنين أبو شهاب، سارة حمود، شذى العناتي، شيرين عياش، شيماء أبو شعيرة، شيماء عبد الله، غدير العقيل، لينا أبو قضامة، رجاء شحادة، مجد الأغبر، مروى بني مطر، مريم الصوالحي، ملاك سرحان، منار الديري، مهر رغمات، نداء محمود، هدى جنة، وملاك الحكيم. هديل، هديل تخصص علم المكتبات والمعلومات، الأول صالح عبد الله، الناجحون براء السرحان، تهاني الساعي، وشروق المحسن. تخصص رياض الأطفال، الأولى رزان دراوشة، الناجحون أريج الديك، إسلام أبو الرب، رزان جودة، ساجد العثمان، سارة العليمات، سحر جديفات، سيرين الزواهري، ملك أبو كيوان، نهيل محمد، هيا الزواهري، وفاء بدير، وياسمين العودات، كلية الصحافة والإعلام، تخصص الصحافة والإعلام، الأول كريم نبيل عيد، الناجحون حمزة مزهر، عبد اللطيف ذيب، تخصص الإذاعة والتلفزيون، الأول عمر معالي، الناجحون أحمد أبو عياش، مرح أبو نصير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،
تخصص الاقتصاد الأولى ياسمين بني عيسى. تخصص إدارة الأعمال الأول محمد علي فلاحة. الناجحون إبراهيم العقيدات أبو خليل، أحمد عمر، أسامة حميدان، أسامة هويدي، بهاء جابر، زيد علي زيد، عبد الرحمن الحصني. عبد الله حمدان. عبد الله ياسين. عمار الترك. أسامة هويدي. مجدي الطاهر. محمد شموط. محمود أبو حشيش. مروان لافي. مهند الحسيني. وسام سليمان. إلهام الغويري. تالا مجدلاوي. تمارا الحداد. سوسن حسين. فاطمة عبد الله. فرح عبد القادر. ميس العبسي. وتسنيم نسيبة الخلايلة. تخصص العلوم المالية والمصرفية الأول حسام الدين. الناجحون إبراهيم حنون، قصي دهمش، نبيل المبارك، ديال الدقة، إيمان الحماد، ديما ديب الست، سجود بني يونس، هديل السباخي، وياسمين غانم. تخصص التسويق الأول عبد الله محمد محرز. الناجحون أحمد الزيود، أحمد زبادي، رأفت قاسم، سيف الدين البعيرات، فارس خليل، لؤي غانم. مؤيد فتوح. محمد كنعان. تخصص نظم المعلومات المحاسبية الأول زيد حرز الله. الناجحون أحمد العطاوني، مؤمن أبو عبيد، محمد القاسم، محمد سلامة، ومحمود سمحان. تخصص نظم المعلومات الإدارية الأولى فاتن غنايم. الناجحون إبراهيم مصطفى، أحمد سويدان، إبراهيم مصطفى، بشار الحايك، راكان السعدي، أحمد أبو زيد، طارق ماهر، عبد الله المشايخ، عزام الشاوي، محمد الشيخ، وسيم ماجد،
يعقوب الرمحي، إسراء البدور، تخصص المصارف الإسلامية الأولى، نور الهدى المسنوك، الناجحون محمد الجمعان، تخصص المحاسبة الأولى فاطمة الكور، الناجحون أحمد المدادحة، أمين مصلح، إيهاب أبو حويلة، إيهاب الروسان، أيهم الخطاطبة، بسام صبح، تحسين صوان، حسام لبد، حمزة الشطناوي، رادة بالرب، ضياء عيسى، عادل أبو جارور، عبد الرحمن النابلسي، عبد الرحمن حميدان، عدي أبو غوش، عصام وحيدة، علا أبو الروس، علي الصنباطي، عمار ياسر، عمار العوراني، محمد أبو نادي، عمر سعادة، فادي إسماعيل، قصي العكرماوي، مؤمن علاونة، محمد أيوب، محمد الملاح، محمد حرب، محمد عابد، محمد عبد الرحمن، مروان يوسف، ناصر شلباية، هشام البياري، وسام أبو ترابة، وسام علا، ربا خالد، سوسن حجير، شذا عبد الرزاق، فرح حمدان، نرمين أبو حلاوة، رزان نصار، هديل المنفلوطي، ورندا الغضبان، تسنيم غانم. حفلنا الكريم، ونحن نحتفي بهذه النخبة المتميزة من أبناء الجامعة، لا يسعنا في نهاية هذا الحفل إلا أن نتقدم بأعمق مشاعر التهنئة الصادقة لذويهم الذين ينتظرون هذه اللحظات بشوق ولهفة، مؤكدين للجميع سعي الجامعة الدؤوب نحو مزيد من التميز والإبداع برعاية صادقة مباشرة من عطوفة الدكتور محمود أبو شعيرة، ما يجعلها سائرة بلا تردد نحو الغايات الكبيرة المرسومة. يساندها في ذلك معالي رئيس مجلس الأمناء المهندس سمير حباشنا، وعطوفة الأستاذ الدكتور بسام الحلو رئيس الجامعة، ونائبي السيد الرئيس والسادة العمداء
وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأجهزتنا الأمنية، تحدوهم جميعاً روح العزم والتصميم على أن تظل جامعتهم في الطليعة ومحل ثقة المجتمع في ظل راعي مسيرة الوطن وباني نهضته صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي.